كثير طيبة. هاي البوظة يا غوالية اللي بدون كريمة وبدون قشطة وبدون سحلب حتى وبس بثلاث مكونات واقتصادية 100%، أكثر بوظة اقتصادية على كل السوشيال ميديا. وهي رشة فستق مشان ما يحكوا علينا الأجانب. هاي البوظة بدون قشطة بدون كريمة لك ايه بدون سحلب حتى بثلاث مكونات بس هتساوي بوظة خرافية بتاخد العقل. يعني تابعوا الفيديو للنهاية لانه بالنهاية بدي احكي شيء كتير مهم بياخد هاي البوظة لمحلات تانية كتير. يعني بتعمل من هاي البوظة 100 صنف بكل سهولة وبساطة. اول شيء بدنا يا غوالي شبكون هتطلعوا بالقميص، هتسألوا منين هذا القميص؟ ما هيك هذا القميص يا جماعة ماركت باليان، يلي بيعرف لنا ماركت باليان يكتب لنا تحت بالتعليقات. طبعا هذا القميص تسوق المدام، يعني فشو رأيكم بالتسوق طبعا المدام؟ كثير حلو بس انت اخذ نمرة كبيرة، حس حالك مثل دولي كانوا يوقفونا هالسينما بالليل. مهم ما علينا، منجيب كاسة سحرية، بنستعمل كاستين من الكاسة السحرية، كل كاسة 200 ميلي من الحليب. شو بدنا نحط على الحليب؟ بدنا نحط نشا. نشا لك ايه نشا؟ شو عم تعمل مهلبية؟ ايه مهلبية. لا مو مهلبية. هلأ تابعوا شوفوا، كل كاسة من الحليب يعني انتوا قد ما بتكون عملوا كل كاسة بتحطوا عليها معلقة صغيرة من هاي تبع الشاي مقوبعة نشا. نشا درة، نشا طحين، شغال كله شغال. هاي كاستين مقوبعين من النشا. حلاوة هاي الوصفة انه بتصير بسهولة وما بتاخد معنا وقت، وسهلة وظريفة ولطيفة وخفيفة ونظيفة واقتصادية ليوم الاقتصادية. يعني هاي اكتر وصفة على يوتيوب اقتصادية. بندوب النشا بقلب الحليب على البارد. كم مكون صلي مستخدم لهلا؟ 2. بقيان واحد، شلون بدي حلها بمكون واحد؟ لا حل لكم اياها. داب التلج وبان المرج، قصدي داب النشا بقلب الحليب. هلا بنحمل حالنا بنطلع على النار. شرفوا معي، ركزوا معي كثير منيح، بدنا نضل عم نحرك تمام لحتى يغلي. هلا مع التحريك غلى الحليب، شو بنعمل؟ بنلوث هاي النار او بنطفيها وبنشغل العين الصغيره. شايفين هاي العين الصغيره اللي قاعده هنيك عم بتطلع فيني؟ هاي العين بنرفع هذا عليها، بنتركه عم يغلي. طيب ليش بنتركه عم يغلي؟ بنتركه عم يغلي على نار نايصه لاربع دقائق. سببين، اول سبب نشا، طعمه النشا بدنا نروحها. كيف بدنا نزيح طعمه النشا؟ لما يغلي الحليب هالاربع دقائق بتروح طعمه النشا. في شغله ثانيه كثير مهمه، دائما لما انتم تعملوا بوظه شو بيصير معكم؟ بيصير معكم هيك كتل من الثلج بقلب الايس كريم. يعني هاي لانه في نسبه رطوبه بالحليب، يعني في نسبه سائل ماء بالحليب بغشوه يا غوالي. عرفتوا شلون؟ كيف بنطلعها؟ لما هلا هو هنيك عم يطبخ اربع دقائق الحليب بده ينزل، تلاقيه نزل هيك. هذا شو بتسميه حبيبتي؟ مو اصبع، عقده عقله. الله يرحم جدك. المهم انتم اكتبوا لنا شو بتسموه هذا. المهم بده ينزل مستوى الحليب هيك بهالاربع دقائق، بده ينشف السائل اللي فيه. هذا السائل اللي هو المي هي اللي عم تسبب هي كتل الثلج. لما نحن هلا عم نعمل هي الحركه عم نروح كتل الثلج، بس بهالوقت ما فينا نهدى ولا فينا نستنى. في طشط وراكي ناولين ياب معيتك، بنعبي بالطشط مي بارده يعني نصه تلته مو نصه. بعد ما عبينا بالطشط المي الباردة شو منجيب؟ منجيب تلج، منجيب أي شيء يعني بارد نحطه بقلب المي لحتى المي التلج. عرفتوا شلون؟ المي التلج، لأنه مرتي منزل الموبايل وأنا عم بحكي معي الكاميرا. بس تلجت المي، مو تلجت يا بس بردت المي، بيكون خلص هون الأربع دقائق. حورجيكم شو حنعمل، انتظرونا. طفي لي الغاز. شوفوا المي مع التلج مننزل هاي هون تبريد، يعني بدنا نبرد هذا الخليط يلي هون. طيب شو بدنا نسوي هو عم يبرد؟ ما بنتركه بنروح بنقعد على الواتساب، ولا بنتركه بنروح بنقعد على تيك توك. اكيد بنضل جنبه، بنجيب معلقه وبنحرك هيك بالمعلقه وبنعمل هي الحركه وبنضل نحركه. هذا الحركه شو بتساعد؟ تبريد. الاهم من كل هاد انه الحليب مع النشا بيشكل قشره، قشره سميكه. هي القشره بتعمل تكتلات بالايس كريم، وانا هذا الشيء ما بدي اياه، فبضل حرك مشان ما يشكل معي اي قشره، وبقش الداير. شوفوا هذا الداير بقشه هيك، وبنضل عم نعمل هي الحركه لحتى يبرد تماما. اوكي هيك صار بارد. عم تستنوا المكون الثالث؟ ما هتشوفوا شو المكون الثالث. المكون الثالث هاد باستا كريماس فانيليا، يعني بنكهة الفانيليا، يعني كريمة الكيكات، مو كريم شانتي، انتبهوا كريمة الكيكات. طيب شو في بقلبها يا غالي؟ في بقلبها كثير شغلات، بس من أهم الشغلات إنه في بقلبها سكر، فصار أنا عندي يا حلو بدون ما أضيف سكر، أي واحد. شو في كمان؟ في شيء بيعطيها قوام، فالآيس كريم فيه قوام، قوام صار عندي. طيب شو في بقلبها كمان؟ في بقلبها كثير شغلات، بس في بقلبها فانيليا،
يعني انا صار عندي نكهه، يعني انا ما فيني اجي لكم مثلا تعا جيب حليب وسحلب خام وسكر وعمل بوظه من ثلاث مكونات بتقولوا عني اهبل لانه ما لها طعمه. البوظه العربي طعمتها بالمستكه، هيك صاروا اربع مكونات ما بتزبط معي. اما هون في عندي فانيليا اعطاني نكهه لهي. طيب كيف بدي اتعامل معها؟ هي وزنها 136 جرام، هي هيك جايه 136 جرام، لهي الكميه بتكفي. يعني هدول لهدول بيطلعوا شغله خرافيه. شو ها كانوا اصلي لك تفتح لك راهي ها فتح ناخدها، ويمكن بيجي منها على شوكولا كمان، يعني فيكم تستعملوا اللي بتيجي منها على شوكولا ويصير معكم بوظه على شوكولا. وفي طريقه ثانيه تابعوا لتعرفوا شو هي. بننزل هذا الخليط فوق هون بهذا الشكل، بدنا هاند بلندر مركب عليه الخفاقه. شو بنساوي؟ اول شيء بنخلط هاد مشان ما يطرطش الدنيا. طب انا يعني كمان في سبب اني بردت الخليط، انه هذا النوع من البودره يعني كريم شانتي او هاد، اذا الخليط مو بارد ما بيزبط، لازم يكون الخليط بارد. طيب هلا بننزل على البطيء هون بالخفاقه، بدنا نخفقه لمده 3 دقائق على البطيء وبعدها بنسرع. وهذا القوام يلي نحنا بدنا اياه. شوفوا على القوام يلي وصلنا له، شايفين هذا القوام الخرافي. طيب هون في شغلة، ليش عم بقولكن انه من هذا فينا نعمل كتير شغلات، وليش عم بقولكن تابعوا الفيديو للاخير؟ شو السبب يا ترى؟ لانه حطوا لايك على هذا الفيديو وشاركوه بكل مكان لحتى اقولكن ليش. فينا هلا نجيب نسكافيه ونحط هون بتصير معنا بوظة على نسكافيه. طب فينا نجيب كاكاو ونحط هلا هون ويصير معنا بوظة على كاكاو. طيب فينا نحط كراميل ويصير معنا بوظة على كراميل. وفينا لسه كمان نحط لونا بقلبها يا غوالي، كمان بتصير ايس كريم على لونا خانو. طبعا فينا نخليه مثل ما هو ويصير طعمه كثير طيب. طيب شو فينا نجيب كمان؟ عندي توت شامي جاييني من الشام مثلا، باخده بحطه هون مثلا، بحط منه معلقتين مكثف بيصير معي على توت. طيب شو كمان؟ طب فيني مثلا نجيب فريز من البراد هلا قطعه ناعم وحطه هون ويصير معي بوظة على فريز. صار فيني اعمل كثير شغلات، كل انواع الفواكه، كل انواع الصوصات، كثير شغلات صار فيني انا احطها هون واخذ بوظة تاخذ العقل. شايفين القوام؟ هيك لازم يكون القوام. طيب استنوا، هلا شو الخطوة اللي بعدها؟ الخطوة اللي بعدها انه بناخذ هذا الخليط بنحطه بقالب مثل هاد وبنزته اربع ساعات بالفريزة، بس اربع ساعات ليصير معنا هاد الايس كريم. شايفين؟ طبعا بدون اي حبات. هاد امتى عامله؟ انا من اربع ساعات. طب ليش عامله؟ لانه انا بجرب الوصفه اللي بعملها، ما بنسخ وبلصق مثل بعض الناس، دغري بجيب الوصفه وبجربها وبعملها مره ومرتين لتوصل لاحلى نتيجه واطيب نتيجه، وسكر محسوب 100% بقدم لكم اياها يا غوالي. هلا بنجيب بواري، فينا نساوي من نابوري. ها شوفوا شوفوا هذا المنظر اللي عم يطلع هون، هذا بيشبه شو يا حذركم؟ بيشبه الايس كريم اللي بنشتريها من برا، وصدقوني بس تدوقوها حتقولوا هي الايس كريم اللي بنشتريها من برا بنكهة الفانيليا. شايفين محلاها؟ تفضلي لونا. او فيهم يضيفوا اي نكهة فواكه صح؟ فيهم يضيفوا اي منكه، هدول اللي بسموهم اروما يعني النكهات الصناعية او الطبيعية فيكم تضيفوها. ما بس هيك، فيكم كمان حذري شو تضيفوا؟ شو؟ فستق. بتصير معهم بوظة عربي بالقشطة والفستق. لك هي كانت البنت دبقانة هون لما هلا أخذت البوري تركتنا وراحت. عن جد أخذت وراحت. لا هي مصلحجية مزبوط، ضحكت علينا وراحت المخلوقة. طب أنا شو هعمل؟ هعمل لي هون طابة هيك. هي البوظة يا غوالي اللي بدون كريمة وبدون قشطة وبدون سحلب حتى، وبس بثلاث مكونات واقتصادية 100%، أكثر بوظة اقتصادية على كل السوشيال ميديا. وهي رشة فستق مشان ما يحكوا علينا الأجانب. تصدقوا انه صرنا 10 دقائق بس عم نصور صور غلاف، وهدول عم نصورهم ومحطوطين هون. شوفوا لي ساحة شي دابت شي، مع انه صار بس 4 ساعات بالفريزر. كثير شوب بعز الصيف نحن. بوظة 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 مثل اللي بتاكلوها بالمحلات الطيبة الظريفة، كثير ما حتتخيلوا قديش طيبة. شوفوا لي على هالكاسة اللي بتاخذ العقل، خرافية. كل طابة واخت الثانية منظرها خرافي، بياخذ العقل كثير طيبة، فيها نكهة، في نكهة الفانيليا، تخيلوا لو حاطين لها مستكة لسه ولي بتطلع خرافية. حبيبتي خدي بالله بعد خدي اعطيني هالكاسة. بتعرفي شو أهم شغلة فيها؟ شوفوا القوام اللي بياخذ العقل. بتعرفوا شو أهم شيء فيها؟ انه ما فيها اي نترة ثلج، يعني لما بتاكل منها ما بيطلع لك هيك نترات ثلج. وهي البوظة اللي بدي خليكم تنزلوا تحت على التعليقات وتكتبوا انه الشيف عمر سكر كل ملفات البوظة الاقتصادية على يوتيوب، هي لانه اكثر بوظة اقتصادية على يوتيوب. طقة هيك فستق وروح.
فكرتوني رحت ما؟ ما رحت، تعرفوا ليش؟ لأنكم هلا حتسألوا على هي. شو سوى فيها الشيف عمر؟ شو عمل فيها لهي؟ تركها هيك على حالة مثل هي طلعت هيك؟ لا 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 لا. شيف عمر إذا بتتركوه إله لحاله بيروح كتير لبعيد. كتير كتير. طيب خليني آخذ وحدة منها هيك. شايفين؟ هاي شو ححط لها؟ شو؟ ما بيخطر بعقل حدا. طحينة. ايه؟ قطعة طحينة؟ طحينة ايه؟ راتي عراقي، عيني وردة. حط لك عليها هيك قدر معلقة أكل من الطحينة. وهاتي لنحركها لنشوف هي كيف بتطلع. صار عندك آيس كريم. هيك. الطحينة. جربوها. ومو بس هيك، ما بدي كتر لأنه حلو كتير هو. بدي أحط فوق التوت الشامي شغلة. هدول الفريزات من عزمان ستي محطوطين بالبراد، خليني اقطعهم وزتهم بقلبها ومنحرك. شوفوا شوفوا هلا هلا شو بده يتغير لونه من هذا التوت الشامي يلي حطيناه، وحيصير لونه حلو، حيطلع له للولد قطع فريزي ينبسط فيها، او قطع موز، او قطع اي فواكه، مانجا، كيوي، اللي بدكم اياه، يلي انتم بتحبوه. بس هي شو قصتها؟ لك صرنا شي ربع ساعة من لما سكبناها ولهلا ما دابت. بتعرفي شو خطر لي؟ شو؟ خطر لي خاطر. هذا الخاطر شو بيقول؟ شو في أكلة كتير طيبة نحن منحبها كنا على الفطور؟ دبس وطحينة. طب حطينا طحينة، طب ليش ما نحط دبس؟ هاد دبس تمر من العراق أصلي 100%، معمول من التمر فقط. خلينا نحط شوية دبس تمر كمان. ها؟ أوه كترت كترت، ما بيأثر حبيبتي، أطيب. تعرفي لو عندي تمر كنت قطعته هيك وزتيته بقلبها، لسه بيطلع شغلة كتير طيبة. وهلأ منسكر عليهم كتير منيح، منسكر أهم شغلة، نحمل حالنا وناخدهم. وين منزتهم؟ بالفريزر. يس، نتركهم 4 ساعات وبعدها بناكل أطيب بوزة. وهلأ يا غوالي أنا كشيف عمر صار لازم ودعكم حبايب القلب. لك شو ها؟ خايفة تدوب. معقول خايفة مني؟ معقول؟ ليش لهلا ما دابت؟ لك روحي، لك دوبي. سلام.